بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. نحن الآن في فقرة حوار إذاعي ومعنا فريق سما وفريق آرت، وهذه هي الفقرة الثانية. ولدى فريق سما بث إذاعي على هاشتاغ سمارت 40.16، وفريق آرت على التاش سمارت 53.97. هذا الحوار هو الفقرة الثانية، وفيه نتكلم عن الفقرة الثالثة وهي مسابقة 5 رمضان لعام 1443. الآن في هذه الفقرة سيكون تحديد أربعتاشر صورة من 101 صورة من القرآن الكريم، من 101 إلى 114، ونريد أن نحدد 7 من الصور لكل فريق. فنتبع الطريقة اختيار صورتين طبعا بالأرقام، يعني عندنا من 101 إلى 114، فنأخذ ونبتدئ مع أحد الفريقين يختار من صورتين من 101 و102. نبدأ مع فريق آرت، تختار واحدة من 101 و102 وتحفظ الأرقام اللي اخترتها. 101، طبعا تحفظ وتحفظ اسم الصورة، ويكون 102 لفريق سما. الآن فريق سما يختار 114 أو 113. اختار رقم 113. إذن فريق آرت عنده 101 و114. رجاء نبي ننتهي من التوزيع. فيقول لنا فريق آرت إيش عنده رقمين؟ 114 و101. الآن الدور على فريق لما يكون الطفل يعني موجود في، فتعمل أحيانا في نفس الحفلة، فهي الأغنية أو النشيد دوها يا دوها والكعبة بنوها وأبوها سافر مكة جاب لها حزم الكعكة، الخبز جاب لها حزم الكعكة والكعكة في المخزن، والمخزن يبغى المفتاح والمفتاح عند النجار، والنجار يبغى الحليب والحليب عند البقرة، والبقرات يبغى الحاشيش والحاشيش في الجبل. الآن الدور على والجبل يبغى المطر. فريق آرت يعني للاختيار بين 112 حطي حطي على قريعة بنت أختي، و111 جابت والد
سماتو عبد الصامد. نلاحظ إذن 112 مع فريق سما، فيها فريق سما نتكلم مخزن للكعك، أو يقول لنا الثلاثة صور اللي عنده اللي هو رقم إنشاء مخازن 102 اللي هي ذكرت في القرآن، 112 خزائن الأرض، رقم 113 خزائن هي المخازن. خطأ للمنتج، ما اخترت 100 اللي هو من الشعير ومن القمح، وانت اخترت 113. انقاذ السوق اللي ريسكيو ماركت لانه نقص الان في ندرة طبعا، واخترت 112 اهم شيء يعني عند 111 يعني كان في اوكرانيا. طيب نرجع لفريق ارت الثلاثة اللي طن انتاج سنة الان صار صفر، ويمكن كمان ستة 114 من 111 و114 يبقى عنده هو الانتاج السنوي 102 113 صار 30 مليون طبعا بسبب روسيا نفسها. كل واحد مسؤول عن الصور اللي عنده يحفظها يكتبها، وطبعا ما ندري طيب هل حيصير نقص الان نجي يعني يمكن الان النقص 15% للاختيار عند فريق سما من حاجة او سوق العالم بين 100 حاجتهم للغذاء و10 و109 القمح على اساس للخبز اختار 110 طبعا تأثر الدول كانت بتاخذ بتستورد الخبز من اوكرانيا تبقى عندك مثل مصر وغيرها. انت الان فريق ارت عندك 110 اديني اسماء الصور كلها اللي عندك اسماء الصور أرقام. عندك اربع ارقام 101 111 114 110 وفريق سما اربع اعطيني الاربع 102 109 111 اذا الان الدور على فريق ارت مية واثنين ومية واحد تم الاختيار بينهم، فعندنا الآن 103 و 104 اختار 103 و 104 اختار لما يكون الطفل يعني موجود في فتعمل أحيانا في نفس الحفلة، فهي الأغنية أو النشيد دوها يا دوها والكعبة بنوها وابوها سافر مكة جاب لها حزم الكعكة الخبز جاب لها حزم الكعكة والكعكة في المخزن والمخزن يبغى المفتاح والمفتاح عند النجار والنجار يبغى الحليب نبدأ في والحليب الأسئلة. عند البقرة والبقرات يبغى الحاشيش والحاشيش أنا في الجبل والجبل يبغى المطرة يعني عايز صورة يا مطرة حطي حطي على قريعة بنت أختي مشهورة. بنت أختي جابت والد سماته عبد الصامد. نلاحظ سلسلة الإمدادات ومعي أيضا فيها المخزن الكعك، فعندنا المشروع اللي هو إنشاء مخازن، ففي هاشتاج اللي هي ذكرت في القرآن قل خزائن أندرسكور خزائن هي المخازن 3-0 أندرسكور 3-0 اللي هو من الشعير ومن القمح. توجد لدينا 114 أندرسكور 3-0 هي عند لأنه نقص الآن في ندرة عند من؟ أي الفروع؟ طبعا 114 أهم شيء 114 يعني كان في أوكرانيا 24 مليون و 113 طن إنتاج سنوي الآن صار صفر 112 كمان ستة من 109 الإنتاج السنوي و صار 30 مليون طبعا بسبب روسيا نفسها تسعة وانشغال الناس في عندنا وكذا وطبعا ما ندري 009 أندرسكور 051 الآن النكس 15 هذه آية في القرآن الكريم من حاجة أو سورة هي في السورة التاسعة حاجتهم للغذاء وآية رقم 51 قمح على أساس وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا
فسيرى الله من عملكم مثل ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. فعندنا الآية هذه مع سورة الفاتحة، فعندنا قل وردت في أربعة سور، في أربعة سور، سورة لا ما سألنا كم لديك من هذه الصور. أول لما يكون الطفل يعني موجود في، فتعمل أحيانا في نفس الحفلة، فهي الأغنية أو النشيد دوها يا دوها والكعبة بنوها وأبوها سافر مكة جاب لها حزم الكعكة، الخبز جاب لها حزم الكعكة والكعكة في المخزن، والمخزن يبغى المفتاح، والمفتاح عند النجار، والنجار يبغى الحليب، والحليب عند البقرة، والبقرات تبغى الحشيش، والحشيش في الجبل، والجبل يبغى المطرة. مثال يعني عايز زي يا مطرة حطي حطي على قريعة بنت أختي، بنت أختي جابت ولد سماته عبد الصامت. نلاحظ سلسلة الإمدادات 30 درجة فيها 30 المخزن للكعك، وكل درجة عندنا بعشرة مشروع دي. اللي هو إنشاء مخازن، طيب اللي هي ذكرت في القرآن تحويل خزائن الأرض، خزائن هي المخازن، كلمة تبدأ بحرف للمنتج اللي هو من الشعير ومن القمح. انتهى الوقت، هكذا انقاذ السوق. سنستمر في المسابقة ماركت بين الفريقين لأنه نقص الآن في ندرة، و طبعا كما قلنا لدينا 7 حروف أهم شيء مفقودة من سورة يعني الفاتحة. كان في أوكرانيا 24 مليون طن انتهى، أتوقف الآن صار صفر، ويمكن كمان عند هذا الحد بالنسبة للفريقين من ولكن على الفريقين الإنتاج السنوي 30 مليون طبعا بسبب يبدأ وانشغال الناس في الفقرة، فقرة البداية طبعا ما ندري، وهي ما يقوله المستمعون زيادة يعني يمكن الآن النقص 15%، ثم ستكون المسابقة من حاجة إن شاء الله في 5 رمضان حاجتهم للغذاء، وضع أسئلة وجوابها نعم أم لا على أساس للخبز، وأيضا وطبعا أكثر الدول كانت في علامات ودرجات بتستورد الخبز من أوكرانيا، وإن شاء الله مثل مصر وغيرها. موعدنا يوم الجائزة في شهر الحج، وحيكون هناك في لجنة متكونة من 23 شخص لتصحيح الإجابات. هذا البرنامج طبعا مسابقة، وبرنامج المسابقة يشبه ويشبه مسابقة من سيربح المليون اللي يقدمها جورج قرداحي، ولكن ستكون بإذن الله على أو تكون في مسرح يوم السباق، ويكون الفريقين موجودين بكل في المدرج أو لما يكون الطفل يعني موجود في، فتعمل أحيانا في نفس الحفلة، فهي الأغنية أو النشيد دوها يا دوها والكعبة بنوها وأبوها سافر مكة جاب لها حزم الكعكة، الخبز جاب لها حزم الكعكة والكعكة في المخزن، والمخزن يبغى المفتاح، والمفتاح عند